تقييم الإطارات على مستوى الوطني متواصل، المديريين التجهيزات العمومية اللي نجحوا في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ يعني في الزوبجيكتيف تاعهم راح نكمل معاهم، المديريين التجهيزات العمومية اللي كان فيه يعني تقاعس ولا فيه تأخر راح نقوم يعني بالإجراءات اللازمة، التقييم اللي نقوم به تقييم يعني علمي وتقييم ميداني متركز على لو طو دو كونسوماسيون دي فينونسيير تاع المشاريع، متركز على مدى جاهزية هذه المدارس وعلى كاليتي نوعية المدارس اللي نقوم باستلامها. يعني فيه برنامج لاباس به قاعد نخطط له لسنة 2024 للانطلاق فيه، فعلى المستوى على المستوى الوطني نرجع للقطاع القطاع الصحة، ونذكر انه كان فيه اتفاق يعني بعد موافقة السيد الوزير الأول انه نقوم ب يعني لو ترانسفير تاع تو لي زيكيبمون دو سونتي، يعني كل التجهيزات العمومية المتعلقة بالقطاع الصحة، يعني كل لي زوبيتو يعني المستشفيات تاع 60 سرير و80 سرير و120 سرير و240 سرير و400 سرير راح يتم تحويلها، وحنا في ضد صدد تحويلها للقطاع السكن، وين يكون قطاع السكن هو القطاع اللي راح يقوم بال يعني الاشراف على متابعه انجاز كل هذه المشاريع. فيه اتفاق مع قطاع الصحه في هذا في هذا في هذا في هذا الشان، حكم انه قطاع السكن يعني فيه الامكانيات وفيه يعني المتخصصين اللي يقدروا يقوموا بمتابعه هذا النوع من التجهيزات لنخليها تقوم بانجازها ان شاء الله في 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 اقرب وقت، وما يكونش فيه تاخر في انجاز مشاريع على يعني المستشفيات على المستوى الوطني. شكرا، بارك الله فيكم، ونلتقى في 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 مراحل اخرى ان شاء الله. بارك الله فيكم. زيرتوب، اول قناه الكترونيه في الجزائر.